محمد طاحوس سيف النعيمي، رئيس فعالية الشقب. احنا اليوم كمشاركين في درب الساعي نقدم عندنا ركوب البونيات، الخيل الصغيرة للأطفال، والمقصد فيها نشر ثقافة الفروسية في المجتمع القطري. مثل ما تشوفون عندنا الركوب بالزي القطري التراثي والسروج التراثية بالزي التقليدي، ركوب الخيل العربية، ونعرض للزوار طريقة عرض الخيل العربية مع الفرسان هم راكبين الخيل. وندعو الزوار إن شاء الله من قطريين ومقيمين إن يشاركونا في الفعالية، يجون يركبون الخيل حتى يعني يحسون بالفروسية وبأصالة هذه الخيل عندنا في قطر.